طيب نروح من فلسطين لليمن، وميليشيا الحوثي بتطلق قذيفة تجاه محافظة ظهران السعودية. أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة عسكرية على إحدى قرى محافظة ظهران الجنوب. وأضاف العاصمي أن رجال الدفاع المدني بشروا بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب. وأشار إلى أنه نتج عن سقوط هذا المقذوف تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة دون أن يتسبب في إصابات بشرية. طيب عموما احنا برضو هنعرف في الايام المقبله مصير موضوع المباحثات اللي بتقوم بها ميليشيات الحوثي اللي بتنتهك حقوق اليمنيين. وكان في تصريح الحقيقه ان في 14,000 قتيل من وقت انقلاب الحوثي لحد دلوقتي في الاراضي اليمنيه، ولسه لقاءات مستمره بتكثفها المنظمات الامميه مع جماعه الحوثيين بعد زياره المبعوث الاممي مؤخرا الخاص الى اليمن، وقعد هناك 3 ايام. وامبارح التقى ايضا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحوثي مع رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، بس لسه لحد دلوقتي ما نعرفش التوصيات اللي خرجوا بيها عبارة عن